السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طاهر الزين من كلاسكو. طبعا انا مثل ما بتعرفوا في الفيديوهات السابقة، انا هلا شغال حاليا سكيورتي في شركة امازون. وانا قاعد هيك انتبهت للشريط هذا الخلفي، شايفينه؟ من هنا هيك ماشي ممتد الى نهاية، حتى ورا هذه الصوفة، ورا هذه الكنبة السوداء، ولا ورا للاخير له، لا 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 لهونيك. ايه هلا صارت لهونيك، هيك لفوق لهونيك. انا عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. انا قلت شو هذا، رحت قرأتها، تعال اقرأ قدامكم. هذه امازون هاستري، يعني تاريخ الامازون. اول شيء هنا هذا البيت كوخ صغير النجيج. المهم هذا عمك اسمه جيف بوزن، ما ادري ايش عنده، كان شغلات مكسره في الدار، هيك اشياء بالبيت، راح عرضهم على الانترنت، سوى موقع بعام 1994، السنه اللي ولدت فيها، سوى موقع وعرضهم على هالموقع، وبعدين صار يشاركهم لاصدقائه انه تعال اشتروا من الموقع. المرحله الثانيه صار يساوي ديليفري، السنه اللي بعدها صار يساوي ديليفري ب 1995. السنه اللي بعدها طور من حاله وجاب بضاعة أكثر. الموقع هو اسمه جون أسوسييتس، تمام؟ هذا قبل ما يكون أمازون، عام 1996. بعدين هنا صار اسمه باي ناو ويز وان كليك عام 1997. بعدين هنا الاي ام دي بي عام 1998. هنا انشهر بهذه الجريدة عام 1999. عمق أمازون بدأ وين رحلته؟ بعام 2000 بدأ رحلته. بعدين كليك تو لوك انسايد هذا بال 2001. بعدين هنا امازون سيرفيس ويب سيرفيس بال 2002. بعدين هنا بال 2003 A9. بعدين هذا جويو امازون، هذا اليابان بال 2004. بعدين هنا امازون برايم فتح بال 2005. طبعا هذا اللي عم بشتغل فيه انا حاليا هو امازون برايم، لانه في فرق بين امازون برايم وامازون فليكس. هلا هنا حاليا اللي انا عم بشتغل فيه هو امازون برايم وامازون فليكس، اثنين سوا مع بعض. في فرق بين امازون برايم وامازون فليكس، في اسماء له اخرى كثيره. هذا بال 2006 فتح فلفلمنت باي امازون، FBA فلفلمنت باي امازون. هاي قصة طويلة، اذا بدكم تعرفوها خبروني منشان انا شو اشرح لكم اياها بفيديو لوحدها. وهذا بال 2007 وقت عرض الكتاب الالكتروني، وهذا بال 2008 بلش يعرض الافلام. مثلا انت بلا ما تشتري سي دي انت بتشتري الفيلم وبتتفرج عليه. وهذا بال 2009 مدري شو هاي ما بعرفها، مهم متطورين. وهذا بال 2010 ويلكم امازون مام، حاجات الام كلاتها. وهذا بال 2006 كندل فاي. وهذا بال 2012 ما بعرف شو هذا، يعني رمز لاشو. وهذا بال 2013 اوباما زار الامازون، هاي اخر صوره عنده اياها بال 2013. بس الخط متكمل لهنا، بس اذا مشيت هيك ايش بيقول لك؟ And it is still day one، يعني نحن بعدنا باليوم الاول. كل هذا التطور تطوروه من هناك لهون، من عام 1994، من اول ما بدا الامازون من هذا البيت الكوخ المعفن، لحتى صار شركات عالمية تعبى الامازون في كل مكان في العالم. وبالاخير هنا بيقول لك اشو، بيقول لك نحن بعدنا في اليوم الاول. يا لطيف، اما شلون اذا كنتوا انتوا وصلتوا لليوم الثاني اشو راح يصير؟ اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك معي بالقناة، وتشارك الفيديو لاصدقائك، واذا بدك فيديوهات مثل هدول لا تنسى تتابعني وتشترك معي بالقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do